بسم الله أبو الإبن الروح القدس الله واحد أمين. إن شاء الله النهاردة نتكلم نبتدي في قداس المؤمنين. معلش المرة فاتت إن أنا يعني أخذت وقت أكتر في إني أتكلم عن شهادات أباء الكنيسة عن القداس، لكن النهاردة نخش على النص نفسه بتاع القداس أو القداس نفسه يعني. مش انا عايز افتح بدور على الكتمرس نفسه عشان اسف الخلاجي نفسه عشان نشوف الصلوات. اللي كنا حاطينه قبل كده هنا ابونا يوحنا لما كان اتكلم كان فتح منه. الظاهر مش موجود هنا، معلش. فبقول انه هنخش على القداس. احنا المرتين مش المر مش المره اللي فاتت اللي قبلهم، مره كانت عن قداس عن تقدمه الحمل وقداس الموعوظين، وان الموعوظين اللي هم الناس اللي بيستعدوا لقبول الايمان، وانتهينا بالقرايات واتكلمنا مره عن القرايات. أثناء القرايات ما بتتقرا، اولا احنا اتفقنا انه الانجيل هو قمه القرايات واعلان حضور المسيح، واثناء قرايات اثناء ما الانجيل بيتقرا ابونا بيقول او بيصلي صلوه او بيقرا قرايه سرا اسمها سر الانجيل. وسر الانجيل عباره عن كله صلوات. وليه دايما نربط ما بين قراءه الانجيل وبين الأواشي؟ يعني حتى هنشوف مثلا لما نيجي في قداس المؤمنين بعد ما يحصل التحول إعلان عن حضور طبعا المسيح، تحول أو أنه يبقى الخبز والخمر بقوا جسد ودم، نصلي نطلب أواشي. ليه؟ المسيح حاضر. أول المسيح يبقى حاضر نقدم له إيه؟ طلبات لأجل العالم. نفس الفكرة، إذا كان الإنجيل إعلان عن حضور المسيح الكاهن يطلب طلبات. تقريبا كل الاواشي اللي احنا بنقولها في بعد التحول بتتقال هي وتتختم بأوشية الموعوظين، تتختم بأوشية الموعوظين. وليه؟ لان الموعوظين بعد ما يخلص الانجيل المفروض انهم يبتدوا يطلعوا علشان يفضل المؤمنين اللي ايه اللي هياخدوا جسد ربنا ودمه واللي يحضروا بقيه القداس بتاع المؤمنين. فيبقى أثناء قراءة الإنجيل يتصلى سر الإنجيل وتتصلى صلوة تانية اسمها صلاة الحجاب. ممكن بعد الإنجيل يعني تلاقي أبونا الشماس بيقرأ الإنجيل وأبونا بيدخل جوه صلاة اسمها صلاة الحجاب، صلاة اسمها صلاة الحجاب. كان نفسي أقرأها معاكم لكن معلش. فصلاة الحجاب صلوة خشوعية بيطلب فيها الكاهن بإحساس تذلل إنه علشان كلنا نكون مستعدين للدخول للقداس. فديت بتتقال زي ما بقول اسمها الحجاب لأنه على حجاب، تتقال على حجاب الهيكل، بيقولها الكاهن هو جوه أو عند الحجاب بتاع الهيكل. صلاة خشوعية كلها زي ما بقول طلبة للاستعداد لدخول لبداية أو لدخولنا للقداس.
بعد صلاة الحجاب وبعد انتهاء قراءة الإنجيل نصلي أواشي، ثلاث أواشي. هو أحيانا كان نفسي أعرضها لكم على الشاشة، هقراها كده معاكم بسرعة. يقول: يا الله الذي من أجل محبتك للبشر التي لا ينطق بها أرسلت ابنك الوحيد إلى العالم ليرد إليك الخروف الضال، نسألك يا سيدنا لا تردنا إلى الخلف. إحنا هنوقف قصاده كل ده، زي ما كنت بتكلم المرة اللي فاتت، إن إحنا نفسنا نرفع وعينا لإدراك إيه اللي إحنا فيه. فإحنا بنقول له: يا رب ادينا إن إحنا ما ترجعناش ما تردناش، إحنا ما نستاهلش، أكيد ما نستاهلش، محدش يستاهل، لا الكبير ولا الصغير، لا البطرك ولا الأسقف ولا الكاهن ولا الشماس ولا أي حد من الشعب يستحق إنه يكون موجود في هذا الاحتفال السماوي. لكن ما تردناش يا رب، ما تردناش، لا تردنا إلى الخلف، إذ نضع أيدينا على هذه الذبيحة المخوفة غير الدموية. عشان كده الكاهن بيقولها وهو جوه الهيكل أو على الحجاب الهيكل، لأنه كما لو كان حاطط إيده على الذبيحة أو الخبز اللي هيتحول إلى جسد ربنا. لأننا لا نتكل على برنا على رحمتك التي هذه التي بها أحييت جنسنا. محدش فينا بار، خلوا بالكم النقطة دي مهمة قوي. إحنا جايين الكنيسة دي إيه؟ ها؟ تعريف كنيسة إيه؟ مستشفى. كنيسة دي مستشفى. في ناس يقول لك إحنا إيه؟ ما بنتناولش بس إحنا وحشين. طب وهتتناول إمتى؟ في ناس يقول لك إحنا بنتناول مرة في السنة. قديس يوحنا زبير. يبدو إن الحكاية دي عجيب قوي، إنه لما تقرأوا آباء الكنيسة تلاقوا إنه مفيش، إن الكلام اللي إحنا بنعمله هم اللي كانوا بيعملوه. الإنسان هو الإنسان، وخبرة الإنسانية هي خبرة الإنسانية. فتلاقوا إيه؟ زبير فم من أيامه بيقول إن في ناس بيتناولوا مرة واحدة في السنة. ساوندز فاميليار، مش كده؟ في ناس كده النهارده. ذهبي الفم ايامه كان في كده، ناس يتناولوا مره في السنه يوم خميس العهد. فبيقول: هو انت تقدر تقول ان اليوم ده انت تستحق تتناول؟ تستحقش، ولا اليوم ده ولا في غيره. طب يبقى ما تناولش ليه؟ احنا كلنا مش مستحقين، محدش مستحق. عشان كده هنا الصلاة بتأكد على الفكرة دي، إننا لا نتكل على برنا بل على رحمتك هذه التي بها أحييت جنسنا. نسأل ونتضرع إلى صلاحك يا محب البشر أن لا يكون لنا دينونة، السر يعني اشتركنا في السر، لا يكون لنا دينونة ولا لشعبك أجمع. فالكاهن بيطلب لأجل نفسه ولأجل الشعب كله، ولا لشعبك أجمع هذا السر الذي دبرته لنا خلاصيا أو لنا خلاصا، ولكن محوا لخطايانا وغفرانا لتكاسلنا ومجدا وإكراما لاسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وين دار دور كل أمين. فدي صلاة الإيه؟ صلاة الحجاب. وبعدين زي بقول نبتدي نصلي ثلاث أواشي كبار أحيانا أو غالبا الحقيقة للوقت بنصليهم سرا، بنصليهم سرا. هتلاقي أبونا يقف جوه ويرشم كذا مرة أثناء قراية الإنجيل، أحيانا الاختصار. يعني مثلا النهاردة أنا صليتهم جهرا، قلت عشان إيه لما أجي أتكلم في الاجتماع بالليل أقول أنا صليت الأواشي، لكن والوقت كان يسمح، لكن أحيان كتير الوقت ما بيبقاش سامح، فبنصليهم إيه؟ بنصليهم سرا. الثلاث أواشي اسمهم بيسموه الأواشي الكبار: السلامة والأباء والاجتماعات. السلامة أو السلام، أشية السلام، تطلب من أجل سلام الإيه؟ الكنيسة. نطلب من أجل سلام الكنيسة، وفيها كلام جميل قوي أشية السلام. أنا يعني مش هقراها كلها، لكن فيها لما يقول إيه، يقول: هذه الكيانة من أقاصي المسكون على الكنيسة كل شعوب قطعان باركهم، السلام الذي من السلاموات أنزله على قلوبنا جميعا، بل وسلام هذا العمر أن ينبي علينا إنعاما الرئيس والجند والرؤساء. وبنصلي للرئيس. الرئيس دوت كان منين، شكله إيه، بيضطهدنا بيحبنا؟ احنا بنصلي من اجل الايه؟ من اجل الرؤساء دايما، بصرف النظر عن مين، مش علشان كانوا مسيحيين غير مسيحيين، محبين للكنيسه مضطهدين للكنيسه. بنصلي من اجل الايه؟ بنصلي من اجل الرؤساء. وبعدين يقول: يا ملك السلام اعطنا سلامك لانه كل شيء قد اعطانا. اقتننا لك يا الله، جميله قوي الحته دي، اقتننا لك يا الله لاننا لا نعرف اخر سواك. اقتنينا، خلينا بتوعك، خلينا ليك يا رب، خلينا ليك. نفسنا فعلا نقول يا رب خلينا ليك. اقتنى لك يا الله لأننا لا نعرف آخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقع علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك. فيبقى احنا بنقول له يا رب ايه؟ ان احنا عايزين نكون بتوعك، ما تسيبش موت الخطية يقوى علينا. ونطلب من اجل سلام الايه؟ سلام الكنيسة. وتلاقي لما يجي ذكر الشعب دايما ابونا ايه؟ يرشم الايه؟ يمكن دي بتشوفوا الكاهن بيرشم وتعرفوش بيقول ايه للأسف. يعني
نتيجة ان احنا بقينا الوقت وبرضو ان احنا ممكن تكون الصلوة مضطرين للوقت ما نصليها سرا، لكن على الأقل نبقى فاهمين ليه ابونا بيرشم الشعب وهو بيقول ايه، هو مش بيقول تعويذ، هو بيقول ايه اشية السلام الكبيرة، لما يجي في اخرها بيقول ولا على كل شعبك يرشم الايه الشعب وطبعا لو الاسقف موجود الكاهن ما ايه مش هو اللي يرشم، الاسقف هو اللي يقول الحته دي وهو اللي يرشم الشعب. ليه؟ لانه الكبير دايما هو اللي ايه هو اللي يمثل المسيح وهو اللي يدي البركه، زي ما بولس الرسول في العبرانيين يقول ان الاصغر يبارك من الاكبر وبدون كل مشاجره الاصغر يبارك من الاكبر. فالكبير عشان كده الكاهن لما يبقى في اسقف في الكنيسه الكاهن ما يمسكش ايه الصليب، ما يطلعوش. ليه؟ لانه اللي ماسك الصليب هو مين؟ الاسقف، وهو اللي بيدي البركه. بعد كده تيجي اشيه الاباء، ودي فكره جميله ان الكنيسه بتصلي لمين. يعني كتير مثلا اقول لحد صلي لي، لا يا ابونا انت اللي تصلي لي، احنا كلنا بنصلي لبعض، كلنا بنصلي لبعض، الكنيسه كلها بتصلي من اجل الكاهن والاسقف والبطرك والاباء كلهم. ليه؟ كلنا محتاجين، الكنيسه كلها بتصلي لايه؟ بتصلي لبعض. الفكره دي فكره ايه؟ فكره مهمه جدا. ففكرة مشاركة انه صلاة الشعب من اجل الاباء زي ما الاباء بيصلوا من اجل الشعب. الطلبة اكتر للبطرك، حتى بقت العادة انه يتذكر اسم الاسقف للمنطقة اللي فيها اسقف. يعني احنا هنا مثلا ما فيش اسقف فما بنقول البطرك بس، لكن هو الاصل انه البطرك بس، ويمكن لو الاسقف حاضر ممكن تتذكر اسم الاسقف الحاضر، لكن الصلاة من اجل البطرك اللي هو رأس الكنيسة المنظور. في الوقت ده برضو يجي عند في حتة بيتقال فيها انه وجميع الاسقف الارثوذكسيين والقمامسة والخصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع انعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع، وصلاتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك. برضو الكاهن يمسك البخور ويرشم به الشعب ويحط بخور في في الشرية علشان يقول انه نفسنا انه الصلوات اللي هي لاجل الشعب دي تقبل قدام ربنا وتصعد امامه رائحة تصعد امامه رائحة بخور، فيرشم بالبخور ويكمل الصلوة الأشية الاخرها، وبعدين يخش على الأشية الثالثة أشية الاجتماعات، فأشية السلام وبعدين أشية الاباء وبعدين أشية الاجتماعات. ايه الاجتماعات؟ يعني اجتماعاتنا، اجتماعنا اللي هو ايه القداس اساسا، يعني ان احنا الاجتماعنا اللي ترجي، وانه يا رب اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، بارك حضورنا معاك، ان احنا لما نجتمع يكون انت في ايه انت في وسطنا، تكون انت في وسطنا. وبرضو لما يجي يقول اذكر اجتماعاتنا باركها يرشم الايه يرشم الشعب. برضو يجي بعد ما يقول اذكر اجتماعاتنا باركها يبتدي ياخد الشورية ويجي عند بيوت قم قبلها يقول ايه اعطي ان تكون لنا بغير مانع ولا عائق نصنعها كمشيئتك المقدسة الطبوية. بنطلب انه ما يبقاش في مانع، انه يا رب ما تسمحش ان يبقى في موانع، لانه كان في وقت الشعب ايش عارف ايه يجتمع جهرا مش كده، لان في اضطهاد مثلا. فبنطلب انه ربنا يسمح ان دايما تكون اجتماعاتنا نقدر نعملها من غير ما يكون في عوائق او موانع. وبعدين يقول بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركه، ويرشم فوق فوق المسبح بالشريه في الاربع جهات. ايه دوت؟ ده مش رشم صليب، ده عايز يقول انه يا رب تكون بيوتنا بيوت صلاه وبيوت طهاره وبيوت بركه في كل في كل مكان. وديت الاشيه اللي بنصليها غالبا لما نصلي في البيت، نصلي اشيه لايه الاجتماعات، عشان البيت يبقى جزء من الكنيسه، البيت مش منفصل عن الكنيسه. ده السبب ان احنا لما نروح بيت ونصلي في البيت بنصلي اشيه الاجتماعات، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، اعطي ان تكون لنا بغير مانع ولا عائق نصنعها كمشيئتك المقدسه الطبوية، بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركه. نفسنا بيوتنا كلها زي ما الكنيسه، والمفروض الكنيسه تبقى بيت صلاه. تقول لي الكنيسه ممكن تبقاش بيت صلاه؟ طبعا ممكن ما تبقاش بيت صلاه لو الناس مش بتصلي من قلبها. انا قلت لكم المره اللي فاتت على الشخص اللي راح كنيسه ويقول لي انا بحب اروح الكنيسه دي ليه؟ شعبها بيصلي، مش عشان الكاهن لطيف ولا الخدمه حلوه
ولا مدارس احد كويسه ولا القداس مظبوط والالحان حلوه، لا لا لا، عشان الشعب بيصلي. ما انساهاش من سنين شخص قال لي بروح الكنيسه الفلانيه دي علشان الشعب بيصلي. الكنيسه عايزه تكون بيوت صلاه وبيوت طهاره وبيوت بركه. نسمع الكلمه دي زي بقول احنا بنصليها سرا، لكن كل ما تتصلى اشيه الاجتماعات الاجتماعات افتكروا ان احنا عايزين تكون بيوتنا بيوت صلاه، بيوتنا في البيت والكنيسه بيت ايه؟ بيت صلاه، مش بيت للاجتماع ولا هو الـ 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 النادي بتاع المصريين في شيكاغو، لا لا لا، ده ايه؟ ده بيت صلاه وبيت طهاره وبيت بركه. فبقول ابونا بيرشم فوق المذبح في الاربع جهات عشان يقول انه بيوتنا كلها في كل مكان تكون بيوت صلاه وبيوت طهاره وبيوت بركه. وبعدين يبتدي يدي البخور يقول قم ايها الرب الاله ولتفرغ جميع عداك وليهرب من قدامك كل مبغي اسم قدوس. وبعدين يبص للشعب يقول اما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف. فلو تلاحظوا انه اثناء ما الانجيل بيتقرا او في اخره بيكون الكاهن وصل للجزء دوت ويبتدي يدي بخور للايه؟ للشعب علشان يطلب انه يكون اما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربوات ربوات. وبعدين يحط بخور عند الخبز والخمر علامة انه البخور هو طبعا الصلوات، وبرضه يمثل حضور ايه؟ ربنا، زي ما كان ربنا بيظهر في السحابة فالبخور يمثل ايه؟ حضور ايه؟ حضور ربنا. فلما بيحطه عند تحت الابروزفارين عشان يقول انه جسد ربنا دوت هيبقى بعد كده هو ايه؟ هيمثل حضور ايه؟ حضور ربنا. وبعدين بعد كده يقف الشماس يقول انصتوا بحكمة الله يا رب ارحم يا رب ارحم لي انسوفية سيئو بروسخومين كريالا يسون كريالا يسون خنوم اسمي خنوم اسمي يعني بالحقيقتي. وبعدين يعني يكمل بيبتدي بعديها الايه ال- ال- الشعب يقول نؤمن بإله واحد، بالحقيقة نؤمن بإله واحد. طب ليه بيقول انصتوا بحكمة الله؟ لأنه في الأصل كان قانون الإيمان ما يقوله الشماس ما يقولوش الشعب كله، يقولوا الشماس كتأكيد. وإمتى الحكاية دي ابتدت؟ نتكلم كلمتين كده بسرعة عن قانون الإيمان. أولا قانون الإيمان اللي احنا بنقوله دوت ابتدى إمتى؟ وضع إمتى؟ 325 ميلادي في مجمع نقيا بدايته، لما حصل إنكار للاهوت المسيح بواسطة أريوس. وطبعا على فكرة مش هو أول واحد أنكر للاهوت المسيح، قبليه كان في ناس كتير، بس ليه أريوس اللي دايما نسيب له انكاره؟ طبعا اولا كان مؤثر، وفي نفس الوقت الكنيسه في وقته قدرت تعمل مجمع مسكوني. ليه مجمع مسكوني؟ يعني المسكونه كلها تجتمع واسخفه العالم يجتمع ويقعدوا مع بعض. قدروا يعملوا ده ازاي؟ ها، لان الامبراطور بقى مسيحي. قبل ما يبقى الامبراطور مسيحي كان ممكن ازاي الاسخفه يتجمعوا ويبقى عندهم الحريه انهم يجتمعوا مع بعض؟ واخدين بالكم الفكرة؟ فالامبراطور صار او قنن المسيحية او سمح واعتبر المسيحية احدى الديانات الرسمية للدولة الرومانية سنة 313 ميلادية. ف325 انعقد اول مجمع مسكوني عشان هنا ايش بدعة اريوس وتحط قانون الايمان لحد قبل نعم نؤمن بالروح القدس. نعم نؤمن بالروح القدس تحطت في مجمع بعده سنة 381، فده قانون الإيمان في مجمع القسطنطينية سنة 381. عشان كده احنا بتسمعوا دايما التحليل نقول نذكر 318 المجتمعين ايه في نقيا وايه 150 في القسطنطينية 381 وال150 بأفسس اللي هم سنة 431، وده كان عن طبيعة المسيح متأخر عن الـ عن الـ 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 المجمعين الأولانيين. فارجع اقول استخدام قانون الايمان انه يتقال في الكنيسه بشكل جوه الليتورجيه جوه الصلوات القداس ما ابتداش غير من القرن السادس، وكان الشماس هو اللي يقوله كتاكيد على انه ده الايمان الصحيح. يبدو لانه كان الاريوسيه وكانت الهرطقات انه ممكن الهرطقات تدخل الكنيسه، فابتدت الكنيسه قررت انها تحط الايه قانون الايمان كجزء من الايه الصلاه الليتورجيه عشان يكون دوت معيار الايمان الستاندرد بتاع الايه بتاع الايمان. فالشماس يقول انصتوا بحكمه الله، وبرضه في راي يقول انه بيقول انصتوا بحكمه الله لانه كان وقت دوت يبتدي الموعظين ايه
بيخرجوا من الكنيسة عشان ايه؟ عشان نبتدي قداس الايه؟ قداس المؤمنين، عشان يبتدي قداس المؤمنين. فالشماس يقول انصتوا بحكمة الله، وبعدين يبتدي يتقال قانون الإيمان. بعد قانون الإيمان، بعد ما يتقرى قانون الإيمان وأثناءه يبتدي أبونا يخش عشان إيه؟ يغسل إيديه. فكرة غسل الإيدين، فكرة غسل الإيدين طبعا مش هدفها مجرد النظافة الشخصية، لكن هدفها إيه؟ معنى الطهارة. وعشان كده زي ما كان أبونا يوحنا بيتكلم، إحنا بنغسل إيدينا مرتين، مرة قبل تقديم الحمل، ومرة قبل بداية الإيه؟ قبل صلاة الصلح. وأبونا يقول أغسل يدي ابن القوة وأطوف مذبحك لكيما أسمع صوت تسبيحك وتغسلني فيض أكثر من الثلج. أجزاء من المزامير، وتشوفوا أنه الكنيسة بتحط صلوات في كل وقت، في كل وقت. بس على مثلا لما نيجي نرشم التون بتاعت الشمامسة، وتلاقي الشمامسة بيتكلموا مع بعض، مع أن احنا قلنا بشوي سنينان، ومفروض أن احنا كل الشعب ماسك الأجبية وبيصلي المزامير، وحتى الشمامسة بالأكتر أولى أنهم لما هم بيلبسوا التون بيقولوا مزمورين، لو في مزمورين فيهم ذكر الايه؟ اللبس يعني، وهم بيلبسهم يقولوا مزمور 29 مزمور 92. فبقول الكاهن هو بيغسل ايه؟ يقول أجزاء من المزامير، تغسلني فبيض أكثر من الثلج، أغسل يدي بالنقاء وأطوف بمذبحك. ففكرة غسل الإيدين علامة على الطهارة الداخلية كاستعداد للتقدم لخدمة الأسرار. وبعدين ياخد من المية، اللي زي حد كان بيقول إنه ليه الشماس ليه أبونا بينفض إيديه بالمية، بيقول أصله مش لاقي حد يديله فوطة. حد كان فاكر كده يعني طفلة، هو إيه الفكرة ديت؟ ليه أبونا بياخد في تاني مرة؟ أول مرة بيغسل إيديه وينشفها على طول قبل الحمل، لكن قبل بداية القداس يغسل ايديه وياخد من المية قبل ما ينشفها وينطر على الشعب. هو مش بيرش المية، هو عايز يقول انه المفروض ان احنا الشعب الموجود عارف وتعلم ومستعد ومسؤول عن انه يتقدم للتناول. تقول لي ده مش كلام يخوف؟ يعني مثلا مفيش حد مثلا مش متصالح مع حد، زي ما قلت لكم اعرف ان في ناس بتيجي وتتناول وهي مش متصالحه مع حد. حضرتك عايز تقول حاجه؟ اتفضل. لا ما يجراش حاجه، مفيش مشكله. لو في اي اسئله ممكن توقفوني عشان لو في حاجه فاتت او كده. اتفضل. مش للبلبلة على حاجه، بس انا سمعتها من كاهن تاني. كان جه الكنيسه دي كاهن زاير وكان ما نفضش ايديه بالمية زي ما قال مرة، فسألته ابونا بعدين يعني ما عملتش ليه كده؟ قال لي لا دي حاجة عشان بيلاطس، عملها بيلاطس البنطي وليها رمز تاني، ان هو كان خايف يعني عايز يخلص نفسه من المأزق. ما كانش عايز يعني يطلق يسوع وخايف من اليهود، فقال دي اللي ما بنعملهاش. طب لما بنعمل ايه؟ هو الفكرة انه كويس هو فكرة انه صح بيلاطس عمل كده وعملها غلط، مش معناها انها ما تستخدمش. يعني هديكم مثال تاني على ذكر الامثال والتشبيهات. الشيطان يتقال، قولي لي تشبيه للشيطان استخدمه الانجيل. ها؟ اسد زائر، ابليس عدوكم يجول كاسد زائر ملتمسا من يبتلعه. يبقى ابليس تشبه بالايه؟ بالاسد. في حد تاني تشبه بالاسد؟ المسيح الاسد الخارج من سبط يهوذا. هل استخدام التشبيه في سياق ينفي استخدامه في سياق اخر؟ لا. فهو بيلاطس عملها بنيه شريره، مش شريره او يعني طبعا هو المسؤول، هو دي ما تعفيهوش من مسؤوليته انه كان انه هو القاضي وهيحكم على بريء، فغسله الايديه ما يعفيهوش من الذنب، لكن ما يمنعش انه استخدامها في معنى اخر، انه نكون ان كل واحد مسؤول بعد ما نكون الكنيسه علمت. ويعني نتمنى انه ده ما يعني ايه ما يبقاش دينونة على الكاهن انه ياثر في تعليم الايه في تعليم الناس يعني. ففكره استخدام المثل في اكتر من سياق ما فيهاش مشكله. يعني المسيح الخارج من سبط يهوذا
الغالب وسيغلب. ففكرة النصرة القوة. إبليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلع فكرة الافتراس. فكرة الافتراس. ففكرتين في الايه؟ ففكرة فالمهم فدي فكرة نفض الايه؟ نفض الايدين. ويقول الكاهن قبل ما يبتدي الصلاة أخطيت ايه؟ سامحوني. ده مش مجرد طقس. يعني فعلا هو بيشعر انه ايه؟ انه بيطلب المغفرة من الايه؟ من الشعب. انه بيطلب المغفرة من الشعب. وبالتالي احنا بن 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 بنغفر لبعض وبنسامح بعض. الكنيسة بتعلمنا ده. الكنيسة بتدخل ده وسط الايه؟ الصلوات الايه؟ الليتورجية. وهنشوف ازاي انه صلاة الصلح هي كلها فكرتها ايه؟ هي فكرتها كده هوت. قديس أثناسيوس بيقول إيه؟ بيقول علينا أن نستعد لكي نقترب من الحمل السمائي وأن نلمس الطعام السمائي. لذلك فلنغسل أيدينا ونطهر الجسم ونحفظ العقل من أي إيه؟ من أي شر. ففكرة كلها علشان إحنا نتعلم الاستعداد. نتعلم إن إحنا داخلين على إيه. أرجع تاني أقول إن الفكرة دي مش عشان تخوفنا، لكن علشان تخلينا نعمل اللي إيه؟ اللي علينا، ما نكونش مقصرين. ما يبقاش حد مثلا بيضمر جواه خطيه او 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 كراهيه او خصام ويقول ما فيش مشكله. في ناس بتقول ايه يعني انا مش غلطان، انا مخاصم لكن هو اللي غلطان في حقي ومش هسامحه، لكن هو اللي غلطان خلاص واتناول. لا، الانسان في الحاله دي هو ايه؟ طبعا انا بقول مثلا سمعت عن ناس كده، بس انا ما اقدرش اقول لهم حد جه قال لي، مش في شغلتي يا سابونا، مش عامل مخابرات يعني. لكن في نفس الوقت الانسان مسؤول ايه؟ مسؤول عن نفسه. الانسان مسؤول عن نفسه. ومن بعد ما ابونا بيغسل ايده ويبتدي هيقف يصلي، المفروض ما يلمسش حاجه. احيانا يجي حد يسلم، الواحد طبعا بيحرج وبيسلم يعني، لكن المفروض ان الكاهن ما يلمسش ايه؟ وعشان كده احيانا حتى بالذات في الأديورة يعني تلاقوا يحطوا الكاهن اللي بيقدس اللي بيصلي القداس يحط على ايديه ايه؟ لفايف، علشان ما يلمسش حاجه طول الايه؟ طول القداس، لحد ما يغسل ايديه في الاخر وهو بيغسل الايه؟ الاواني في نهايه القداس بعد التناول. بعد كده يبتدي الكاهن يصلي صلاه الصلح. الصلوات دايما تبتدي بالرب مع جميعكم، بالبركه ان يكون ايه؟ الرب مع جميعكم، والكاهن يرشم الشعب، وطبعا الرد يكون ولروحك ايضا، وبعدين يصلي صلاه الصلح. فكره جميله قوي انه القداس صلاه الصلح ما بتعتبرش من الانافوره. الانافوره كلمه الصعيده هنتكلم عنها، يعني قداس المؤمنين يبتدي من صلاه الصلح، لكن يسموها ما قبل الصعيده. هنتكلم عن الصعيده دلوقتي، لكن انه الصلح هو استعدادنا عشان نبتدي نخش على القداس. لازم يكون في صلح. بولس الرسول في روميا 5 الايه الاولى يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا إيه؟ سلام مع الله. التبرير، البر اللي ربنا ادهولنا. وكلمة بر ياريت نكون حفظنا كلمة بر يعني إيه؟ براءة. البر، البراءة اللي ربنا ادهلنا، مش علشان احنا نكون بندين بعض. يعني إذا كان ربنا بررنا يعني ادانا البراءة، قال أنت بريء، أنا مذنب، لكن ربنا من طبته قال أنا هاخد ذنبك وهعتبرك بريء. إذا إحنا برأنا، إذ ربنا برأنا، إحنا نستذنب بعض. أنا أقول فلان مش هسامحه، فلان بالنسبة لي مذنب للأبد. إزاي؟ عشان كده الكنيسة تعلمنا إنه إيه؟ لو إحنا فعلا ناس كنسيين والكنيسة بتشكلنا، ما نعرفش نخاصم، ما نعرفش نكره. لو بنصلي صلاة الصلح ومدركين معنى كل حاجة بتحصل في الكنيسة، ما نعرفش هذه الايه؟ الخصام ولا الكراهية ولا عدم الايه؟ ولا عدم المحبة. عشان كده صلاة الايه؟ صلاة الصلح، ويصليها الكاهن وهو ايديه مش ملفوف، مش متغطية. مفيش لفائف. تقول لي المفروض ما يلمسش حاجة، ما يلمسش حاجة، لكن ما يحطش لفائف وقت صلاة الصلح. ليه؟ لأنه لسه الصلح ايه؟ الصلح ما تمش. في اخر صلاه الصلح بعد ما من 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 ما ابونا يخلص صلاه الصلح يحصل ايه؟ يشيل ايه؟ الابروزفارين. المذبح بيبقى متغطي بلفافه المفرش الابيض دوت.
ده إشارة للإيه؟ إشارة للإيه؟ الحجر اللي كان على القبر ويحط فوقيه لفافة مثلثة كده، دي إشارة للختم. فآخر صلاة الصلح بعد ما ابونا يصلي صلاة الصلح واللي يحكي فيها قصة سقوط الإنسان وإن الموت اللي دخل العالم بحسد إبليس، يرفع الإبروزفارين ونبتدي نصلي القداس، لأنه الصلح إيه؟ الصلح تم. أبونا يصلي وهو مش إيديه مش متغطية، ليه؟ لأنه لسه مش مستور بإيه؟ بنعمة إيه؟ وبستر ربنا وببر ربنا وببر الإيه؟ المسيح. فبنطلب لأجل الإيه؟ المصالحة. وعشان كده آخر صلاة الصلح يحصل إيه؟ القبلة المقدسة اللي قلنا إنها كانت طقس أصيل جدا في الكنيسة، وتكلم عنه يوسين الشهيد في القرن الثاني الميلادي، وقلنا إن بسببه كانت المسيحيين بيتهموا بإنهم إيه؟ بيمارسوا إيه؟ خطايا وحشة جوه الكنيسة، لأن الناس ما كانتش فاهمة. لكن القبلة عبارة عن إيه؟ دليل على المصالحة. اوعوا نكون بنعملها واحنا ممكن نكون شايلين من اي حد. الموضوع مش ان انا بقبل الاثنين ثلاثه اربعه اللي حواليا وانا واقف في الدكه اللي انا واقف فيها، لا، دي معناها ان انا في مصالحه مع العالم كله، في مصالحه مع العالم كله. احنا بنتصالح مع ربنا، بنتصالح مع نفسنا، وبنتصالح مع الايه؟ مع الاخرين. وبالتالي اذا في بند من دول مش ماشي، عشان كده بنكون تايبين معترفين بخطيتنا. يعني كان هاني بيقول في ناس بتعترف كده كعاده، يا ريت ناس تعترف كعاده. في يعني للاسف لا، في ناس كتير مش بتعترف. يعني ملاحظه انه فكره الاعتراف مش 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 كتير. فمش بقول طبعا مش عايزينها كعاده يعني اوتوماتيكيه، لكن اقصد انه مهم قوي ان احنا نعترف. فالكنيسه بتعلمنا ان احنا نبقى تايبين وفي اعتراف. ليه؟ عشان في مصالحه بيننا وبين ربنا، وفي نفس الوقت بنيجي ونقبل القبلة علامة، علامة زي ما بقول هي مش الثلاثة أربعة اللي حواليا، لكن علامة على إن أنا في حالة تصالح مع الإيه؟ مع العالم كله. اوعوا تكونوا بنكمل مجرد بس طقوس كده ومناظر وشكليات. الكنيسة مش مجرد إيه؟ مش مجرد شكليات. وتلاقوا إنه في الجزء الثاني من صلاة الصلح، صلاة الصلح جزئين. الجزء الأول يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي ده، فتحكي حكاية سقوطنا. وبعدين في الجزء الثاني بسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك. وتلاقي الشماس واقف الناحية الثانية ماسك صليب، ليه؟ علشان يقولوا ان ايه؟ المصالحة تمت ازاي. المصالحة دي مش سلام يعني احنا ايه سوري كده يعني حاجة فريندلي احنا لطاف مع بعض، لا لا، المصالحة دي مصالحة تمت ازاي؟ بالصليب. فالشماس يقف ليه؟ يقف بالصليب الناحية الثانية من المذبح. وفي رأي يقول انه الكاهن وهو بيشيل الختم اللفافة ديت مثلثة يداري، يعني يفضل انه يحطها قدام عينيه عشان تداري الصليب، بحيث انه بعد ما يخلص الصلاة ينزل اللفافة فيشوف الصليب علامة المصالحة، زي الايه؟ فاكرين حاجة في العهد القديم الحياة النحاسية اللي كانت الناس وقعوا في خطية وحشة وبعدين ابتدوا يموتوا، فموسى صرخ لربنا، فربنا قال له اعمل حية نحاسية كل اللي يبص لها ينال الشفاء من لدغات الحية. نفس الفكرة. عشان كده المسيح استخدم الرمز ده وقال ايه؟ انه كما رفع موسى الحية في البرية كذلك ينبغي ان يرفع ايه؟ ابن الانسان. في نفس الاصحاح اللي اتذكرت فيه الآية المشهورة بتاعت هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا أهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنا عايز أقول الطقس هدفه إيه؟ إنه يخلينا بشكل مرئي محسوس ملموس معاني ورموز. يعني في ناس تيجي الكنيسة القبطية، مش القبطية بس يعني الكنائس التقليدية اللي فيها طقس وفيها أيقونات، يقولوا الكنيسة فيها إيه؟ colorful، فيها ألوان، فيها حركة، فيها حياة. الهدف إنه إحنا نعمل الحاجات دي بوعي، مش مجرد إنها بنكمل شكليات. الحقيقة ممكن نكون إحنا مقصرين في إن إحنا نعلم ونعرف، عشان كده يمكن بنهتم بإن إحنا نعرف القداس علشان نفهم الكلام دوت. أبونا هو بيرفع الختم، بيشيل الختم عشان بعد كده هيشيل الإبروزفارين اللي هو الحجر،
وزي ما بقول يختفي الصليب من قدام عينيه، وبعد كده اول ما يبان الصليب تبقى المصالحه تمت، وبالقيامه المسيح بموته بصليبه وقيامته تتم الايه المصالحه، والناس ايه الشماس يقول يلا دلوقتي ايه تقبلوا بعضكم ايه بعضا. واضح؟ لو في اي اسئله ارجوكم وقفوني. فالمصالحه ما بين كل الشعب، والمصالحه ما بين حتى السماء والايه السمائيين والايه والارضيين، عشان كده حتى نقول صالح السمائيين والايه والارضيين زي ما اتقال برضو في رساله افسس. بكده يتشال الابروز فارين، القيامه تمت، المصالحه تمت، قبلنا بعضنا بعض، احنا دلوقتي مستعدين لدخول الايه القداس، ونبتدي الجزء اللي جاي اسمه يسموه الانافوره. في حته مهمه ما اتكلمتش فيها، قبلوا بعضكم بعضا، المرد دوت وايه حكايه بشفاعه والده الاله، بشفاعه والده الاله ديت ايه 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 اللي جاب سيرة بشفاعة والدة الإله هنا؟ الحقيقة انه الجزء دوت المفروض ان فيه مرض بيقوله الشعب بس ما تعودنا ما نقولهوش، اللي هو ممكن يبقى ماشي مع المناسبة او بصفة عامة بيتقال فيه ايها المسيح اللي انت اديتنا سلامك، ادينا ان احنا نقبل بعضنا ونكون مستحقين فعلا ان احنا نكون في سلام حقيقي مع بعضنا البعض. ده مرض معناه كده، عشان الخلاجي مش معايا مش عارف اقراه لكم. فكان المفروض ان المرض ده يتقال ويتختم بشفاعه والده الاله، يعني يا رب اقبلنا واقبل ان احنا نكون في سلام مع بعض وفي سلام معاك بشفاعه والده الايه الاله. فلما المرض ده بقى يتقال وبقينا نقول بشفاعه والده الاله لوحدها، ما بقناش فاهمين بتتقال ليه هنا. واضحه الفكره؟ واضحه ولا تهتوا؟ وعشان كده تهنا الجزء دوت احنا بنقول ايه، الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، يا رب ارحم، يا نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. كان المفروض قبل ما الشماس يكمل المرد بتاعه الشعب يقول مرد معناه انه ايها المسيح ادينا سلامك واقبل ان احنا نكون في حالة صلح معاك ومع بعضنا البعض. واضحة؟ بشفاعة والدة الإله، إنه الكلام ده يكون بشفاعة والدة. لما المرض اتشال فضلت بشفاعة والدة الإله، فإحنا بقاش فاهمين بشفاعة والدة الإله إيه. واضحة الفكرة؟ أحيانا لأنه في تغييرات بتحصل في الطقس واختصار، أحيانا تضيع الحاجات من معانيها، نخسر المعنى، المعنى كان إيه أصلا. فبشفاعة والدة الإله هنا مقصود بيها بشفاعة والدة الإله اقبل، إن اقبل صلحنا، اقبل السلام اللي احنا فيه مع بعض ونكون فيه معاك. وبعدين حتة رحمة السلام وذبيحة التسبيح ايه ديت، يعني برحمتك اقبل صلواتنا كذبيحة ايه تسبيح نقدمها ايه ليك في القداس اللي احنا هنبتديه. ودي كانت مرض يقوله الشماس كبداية للايه للقداس اللي هو بنسميه الأنافورة. ايه الأنافورة بقى وايه الاسم دوت؟ كلمة أنافورة يعني صعيدة، من صعود، دي كلمة يوناني، أنافورة يعني صعود. ليه؟ لانه احنا هنبتدي الأنافورة دي ديت اللي هي الجزء اللي هو من اول الرب مع جميعكم وارفعوا قلوبكم لحد اخر القداس، لان الجزء دوت هو اللي فيه هنقدم القرابين اللي هتتحول لجسد ربنا وايه ودمه. هنصعد قرابيننا، القرابين يعني ايه تقدمات، هنصعد القرابين لايه لربنا، نقدم لك قرابينك من الذي ايه من الذي لك. واضح يا جماعه ولا؟ وبرضه في نفس الوقت بتبتدي الانافوره بايه، فيها في كلمه ارفعوا ايه قلوبكم، ففكره انه ايه كاننا بقينا في الايه في السماء صعيدة، ارفعوا ايه قلوبكم. ماشي؟ فديت الأنافورة، دي فكرة، ده الاسم يعني. عشان كده صلاة الصلح يسموها ما قبل الأنافورة، هي صحيح جزء من قداس المؤمنين لكن ما قبل الايه الأنافورة. ويبتدي الأنافورة بالرب مع جميعكم ارفعوا قلوبكم هي عند الرب، فلنشكر الرب
وحنتكلم عن الحوار دوت دلوقتي. الحوار اللي احنا قلناه الرب مع جماعكم مع روحك ايضا، دي معروفة، دي كل البداية الصلوة دايما تبتدي بالرب مع جماعكم ومع روحك ايضا، ده رد الشعب. ونظام الصلوات الكنسية انه فيها حوار ومشاركة ما بين الكاهن والايه والشعب، انه الشعب مش متفرج. وعلى فكرة يقولوا انه الطقس القبطي من الطقوس، يعني ابونا اثناسيوس المقاري منزل مجموعة سلسلة كتب دراسة طقسية في منتهى القيمة، من محدش الحقيقة عمل الدراسة ديت، بيقول انه من اكتر الطقوس اللي فيها فكرة مشاركة الشعب، يعني في الطقس بيتطور، فمع تطور طقوس كنائس اخرى كنائس تقليدية يعني ابتدى دور الشعب يقل، وبقت القداس عبارة عن ايه؟ مجموعة صلوات الكاهن ايه؟ بيقولها من غير مشاركة من الشعب. لكن الحقيقة انه طقسنا، عشان كده دايما بنأكد على فكرة مهمة قوي ان الشعب ايه؟ يشارك. الشعب مش متفرج، الليتورجية دي عمل الشعب، عمل الجماعة. المهم، فالرب مع جماعكم مع روحك ايضا، وبعدين يقول ارفعوا قلوبكم، فيرد الشعب ويقول هي عند الايه؟ الرب. اول نقطة عايز اقولها انه المسألة مش كلام، ارفعوا قلوبكم، دي دعوة علشان فعلا نبتدي نتفرغ فكرا وعقلا وقلبا لايه؟ للصلاة وللعبادة. ولما نرد ونقول هي عند الرب، المفروض تكون ايه؟ تكون بجد، مش مجرد كده، مش كلام، مش شكليات، هي عند الرب. تقول لي بسرح، مشغول، عندي هموم الدنيا، لما تقول هي عند الرب افتكر انه ايه؟ اديني يا رب نرفع، يقول لي يا رب ساعدني، مش عارف الدنيا واخداني وشداني لتحت، ارفع اديني انت بنعمتك ان انا ايه؟ ان فعلا لما اقول هي عند الرب، قلبي عند ربنا، يبقى فعلا عندك وليك، هي عند الايه؟ الرب. وبعدين يرد الكاهن يقول ايه؟ فلنشكر الايه؟ الرب. وعشان كده يقولوا بسبب الكلمه دي انه القداس كله عباره عن ايه؟ شكر. الافخارستية يعني ايه؟ شكر، ان احنا بنقدم الشكر لايه؟ لربنا. فلنشكر الايه؟ الرب. عشان كده يقولوا في سر الافخارستية اسمه جه من الكلمه دي، فلنشكر الايه؟ الرب. لو تفتكروا مراد لما كان في اول مره في السلسله هنا كان قال انه مستحق ومستوجب، عادل دي مش الحقيقه مش راكبه قوي، مش عادل هنا مش قالت عدل، هو مستوجب، يا او عادل ان احنا نقدم لك، يستحق، يليك بيه، من العدل، انت تستاهل الشكر. فمستحق ومستوجب دي مش على ربنا، دي على الشكر، انه مستحق الشكر ليك، يستحق ليك الشكر. عارف لما مثلا ايه اقول لك احنا عايزين نبعت كارت للناس اللي جم زارونا مثلا، تقول لي ايه؟ واجب برضو. يصح، واجب برضو، واجب علينا نقدم ايه؟ الشكر. واضحه الفكره؟ فمستحق ومستوجب دي ايه؟ واجب علينا نشكر ربنا اللي هيدينا ايه؟ جسده. ايه جسده؟ ودمه. واضحه الفكره؟ فكره الحوار. اثناء الحوار دوت الرب مع جماعكم يرشم الكاهن الايه؟ الشعب، وهي عند الرب يرشم الايه؟ الخدام اللي جوه الهيكل. وبعدين فلنشكر الرب، يشكر، يرشم ايه؟ يرشم نفسه. في الوقت دوت ابونا بيكون ايه؟ حاطط لفافتين على ايديه. اللفافتين دول جم منين؟ كانت في لفافه مغطيه الصينيه دي، بياخدها بعد ما بيشيل الابروزفارين ويحطها على ايده الايه؟ اليمين. يبقى اللفافه اللي على ايده اليمين جايه منين؟ اللفافه اللي على الصينيه. واللفافه اللي هتتحط على الايد الشمال دي اللي جايه منين؟ ابونا لسه مطلع لفافه من شويه، الختم. يبقى دي اللفافتين اللي على الايه؟ الايدتين. والكاس كان متغطي اوريدي. الكلام ده مهم عشان هنحتاجه المره الجايه، مش المره الجايه، هنحتاجه في الخطوه اللي جايه يعني. يبقى الكاهن ماسك على ايده اليمين اللفافه اللي كانت على ايه؟ على الصينيه اللي على الخبز. ويقولوا انه الرشم اساسا باللفافه، صحيح بيمسك الصليب ابونا، لكن
الاصل ان الرشم باللفافه. وعشان كده الحقيقه بعض الاديوره تلاقوا الرهبان ما يمسكوش صليب، يرشم باللفافه. الرشم اصلا باللفافه. ليه باللفافه؟ لان اللفافه اللي كانت على ايه؟ على الخبز اللي هو هيبقى جسد ربنا وايه ودمه. علامه انه البركه جايه منين؟ من الجسد الايه، من جسد المسيح. وهنشوف بعد كده لما نيجي يغير اللفافه هياخد اللفافه اللي ايه اللي كانت على حاجلها على الكاس ويرشم بيها، عشان يبقى ايه يرشم باللفافه اللي ايه اللي كانت على الكاس، لان الخبز والخمر هم جسد ودم ايه، جسد ودم ربنا. برضو ومن هنا ابونا يفضل دايما ايديه متغطيه باستثناء الوقت اللي بيقسم او بيمسك الكاس. ليه؟ علامه انه مستور او متغطي في في في, في دم المسيح وبر المسيح، ان احنا من غيره. عشان كده بقول لكم في صلاه الصلح قبل الصلح ما يتم بيصلي وايديه ايه مكشوفه عريانه، لان احنا من غير المسيح ايه عريانين. عريانين مش بالجسد، اللي كان عريانين من الايه، من النعمه. عشان كده اول نتيجه للسقوط كانت ايه؟ العري، مش كده؟ عايز ارجع تاني اقول انه كل التفاصيل دي هدفها ان احنا نبقى شايفين عمل ايه اللي احنا بنعمله، عمل المسيح وخلاصه بصور كتيره قوي، بصور كتيره قوي ان احنا نعيش في عمل المسيح وخلاصه. العناصر بتاعه الصلوات اربع عناصر، عناصر الصلوات اربع عناصر. عنصر شكر ربنا، شكر الاب على خلقته بواسطه الابن. يعني لو تبصوا على الجزء اللي بعد الناس مبسوط ان في ناس ماسكه خلاجي، الانافوره، لما نبص في الخلاجي الانافوره بعد الرب مع جميعكم هي عند الرب فلنشكر الرب مستحق، يبتدي ابونا مستحق وعادل ومستحق وعادل لانه حقا بالحقيقه ايها الكائن السيد الرب الكائن قبل الدهور الساكن في الاعالي الذي خلق السماء والارض. كل ده عن الايه؟ عن ربنا اللي خلق، لسه ما جناش للتجسد. وبعدين الذي يقف امامه الملائكه ورؤساء الملائكه وانت هو الذي يقف حولك الشاروبيم والسرافيم. كل ده عن الايه؟ الله الايه الخالق، لسه ما ايه ما جاش وتجسد. التجسد يجي بعد الايه في الجزء الثاني اللي هو ايه اجيوس. فيبقى في اربع عناصر، عناصر شكر الله الاب على خلقته بواسطه ابنه، الابن هو اللي خلق كل شيء، اتخلق بالابن، الاب هو الخالق بواسطه الابن. وبعدين الجزء الثاني يتكلم عن تجسد الابن، وبعدين الحديث عن الام المسيح، وبعدين الحديث عن المسيح لما يبتدي يدي جسده ودمه، بارك وكسر واعطى التلاميذ وهكذا. فدول الاربع عناصر، يبقى الشكر لله الاب على خلقته، تجسد الابن، الام المسيح، والتاسيس. التاسيس اللي هو تاسيس السر، لما المسيح ايه اخد خبز وبارك وكسر وخد خمر وبارك واعطى التلاميذ. ماشي، دول الاربع عناصر. فالجزء العنصر الاولاني موجود في الصلوه اللي هي الايه بتاعه الرب مع جماعكم اللي فيها الحوار دوت. الاسلوب المتبع في الحوار لطيف قوي لما نفهمه. بصوا ايه مثلا، فلنشكر الرب، فالشعب يرد يقول ايه مستحق ومستوجب. فابونا ياخد كلمه مستحق ومستوجب اللي قالها الشعب ويروح الكاهن ايه قايلها ويقول ايه مستحق ومستوجب، والحقيقه مستحق وايه ومستوجب. وبعدين يخلص الشماس يقول ايه ايها الجلوس ايه قفوا، تاكيد على ان احنا نكون واقفين. قفوا يعني مش بس مجرد واقفين، يعني في حاله ايه وقار ومهابه. يروح الكاهن يرد يقول ايه انت هو الذي ايه يقف حولك. انتوا واخدين بالكم اخر كلمه يبتدي بيها الايه الكاهن. وبعدين يقول الشاروبيم والسرافيم قائلين قدوس، الشعب يرد يقول ايه قدوس قدوس، او الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يسبحون قائلين قدوس قدوس قدوس. يبتدي ابونا يقول ايه اجيوس اجيوس اجيوس. واضحه الفكره؟ فكره حوار، والحوار ايه مشبك في بعضه. نهايه مرد الشماس يبقى بدايه
الصلاة بتاعة أبونا، وبعدين الشعب يختم أبونا بقائلين، يقول الشعب قدوس، يقول الكاهن قدوس. واضحة الفكرة؟ فكرة الإيه؟ تاني فكرة الحوار اللي مترابط مع بعضه. دوت الجزء الثاني. يبقى احنا اتكلمنا عن اول جزء كان الاواشي الكبار بعد الانجيل، بعدين صلاة الصلح نمرة 2، نمرة 3 مقدمة الانافورة الحوار بتاع الرب مع جميعكم وارفعوا قلوبكم، وبعدين 4 نتكلم عن قدوس قدوس قدوس. اولا مصدر الحتة دي ايه؟ قبلها، قبل ما ابونا يقول قدوس قدوس ديت، قلنا يغير اللفايف. احنا قلنا اللفافه اللي في ايد اليمين دي هي ايه؟ انين بتاعه الصينيه، واللي على الشمال اللي كانت الختم، واللي على الكاس هي اللي على الكاس من ساعه ايه رفع الحمل، من ساعه تقدمه الحمل. ابونا يلفف الثلاث لفايف دول مع عقارب الساعه لفه واحده، فاللي على الكاس تبقى فين؟ على ايد اليمين. اللي على ايد اليمين تبقى فين؟ على ايد الشمال. اللي على ايد الشمال تبقى فين؟ تروح تغطي الكاس. واضحة؟ ليه؟ علشان اللفافة اللي على الكاس هي اللي تبتدي ايه؟ فلما يجي في اجيوس 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 ايه؟ هي اللي يبارك ايه؟ بيها، علامة انه ايه؟ الجسد والدم هما الايه؟ العنصرين بتوع الذبيحة المقدمة، وهما الاثنين للمسيح، والاثنين يدوا البركة للايه؟ للشعب. واضحة الفكرة؟ دي فكرة أجيوس. كلمة أجيوس والشاروبيم والسرافيم دي فكرة كتابية جدا، جت في أشعياء إيه؟ أشعياء إصحاح 6، أشعياء إصحاح 6 يقول إنه ربنا حب يطمن أشعياء في الرسالة النبوية بتاعته، فقال فخلاه يقول ثم رأيت السيد جالسا في الهيكل وأزياله تملأ الهيكل، والشاروبيم، ولقى الملائكة بيسبحوا يقولوا قدوس، فيقول أنا فقلت إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. قال خلاص أنا رحت في ده، مين يقف صد ربنا ويعيش؟ فيقول إنه جه ملاك من على المسبح، خد جمرة من على المسبح ومس بها إيه؟ شفتية. المنظر ده زي منظر الإيه؟ منظر التناول، مش كده؟ جسد ربنا ودمه اللي احنا ما نستحقش، لكن بناخد ايه؟ بناخد الاستحقاق منين؟ منه هو، بنتستر فيه. عشان كده من الاول القداس في صلاه العجائز قلنا له ايه؟ احنا مش متكلين على برنا. لو احنا فينا حاجه تخلينا نقف هنا، مفيش حد فينا خالص ينفع. احنا من الاول بنقول لك يا رب، من الاول احنا بنقول لك احنا ما نستاهلش، ما ننفعش، ما فيناش اي حاجه كويسه، كله من عندك، احنا جايين لك انت بس. زي ما كنا نتكلم على ابن الضال، مش كده؟ اللي قال له ما استحقش اكون ايه؟ اجعلني كاحد اجرائك، اجعلني كاحد اجرائك. ف فالصلوات في الجزء دوت، فبقول ده المنظر بتاع اجيوس. وبعدين الصلوات في الجزء دوت بقى كلها تتبع لايه؟ للمسيح اللي تجسد. يعني لما نبص على الصلوات الجزء دوت نلاقيها ايه؟ قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جاب لنا وخلقنا، ويكلم تاني على الخلقة، وبعدين لما خلفنا وصيتك بغاوية الحول لم تتركنا عنك إلى انقضاء تعهدتنا بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة. يبتدي يتكلم عن إيه؟ عن إيه؟ تجسد، مش كده؟ في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة بابنك الوحيد يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. ويقف هنا كويس، الشعب يرد يقول امين، وابونا يعمل ايه؟ يحط يد بخور. ليه في الحته دي؟ ها؟ لانه الشريه بتشير لايه؟ لبطن العذراء اللي فيها جمر نار مشتعل، زي ما العذراء زي سوره العليقه، مش كده؟ كانت فيها نار وهي ما بتتحرقش، زي ما العذراء اخذت المسيح في ايه؟ الاله تجسد منها وما ايه؟ ولم تحترق او لم تباد، مش كده؟ فعشان كده دايما نشوف الشريه انها اشاره للعذراء. فيجي عند ذكر هذا الذي من الروح القدس من العذراء القديسه مريم، ويروح الشعب يقول امين، ابونا يحط يد بايه؟ بخور. ويد البخور دي علشان بعد كده
هيتقدم البخور للكاهن علشان يحط ايديه في البخور للتطهير، وهنتكلم عن حاجة تانية بعدين لما تيجي وقتها، عشان يبتدي يستعد انه يلمس الاسرار. فتجسد وتأنس وعلمنا طرق الايه، وبعدين يبتدي يقول تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخاص. فالجزء ده كله على الايه، على التجسد. الجزء اللي فات كان عن المسيح اللي لسه الازلي، هنا عن المسيح المتجسد، هنا المسيح المتجسد. وقام من بين الاموات وصعد الى السموات ورسم يوم المجازاة. فنحكي الحكاية كلها في الجزء الايه، في الجزء دوت، ألامه وصليبه ومجيئه التاني حتى، نحكي الحكاية كلها، وبعدين نخش بعد كده، هنخش بعد كده على الايه، على التقديس اللي هو فيه التقديس اللي هو فيه بارك وكسر واعطى التلاميذ. الجزء اللي بعد كده اللي هو بنسميه التأسيس. يعني ايه التأسيس؟ ليه بنسميه التأسيس؟ حتى لو تبصوا في اسمها الصلوات التأسيسية او the institution، حتى بالانجليزي the institution narrative. ليه institution؟ لان ده فيه تأسيس الايه، السر. زي ما المسيح أسس السر بأنه خد خبز وخمر بتوع الفصح بتوع العهد القديم وبارك وكسر وده، وقال المرة دي بقى انتوا مش محتاجين ذبيحة حيوانية، انتوا محتاجين ده جسدي، خذوا كل هذا. فالمسيح أسس السر، فاحنا بنستدعي الروح القدس علشان يحول الخبز والخمر عشان يبقوا جسده ودمه، بنفس الكلمات اللي المسيح أسس بيها سر سر الأفخارستية. فالجزء دوت الكاهن بيقول فيها نفس الكلام بتاع الايه، المسيح لما يقول وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، ويحط ايديه في الايه، في ياخد من في الشريه، يقلب ايديه ثلاث مرات علشان يقول انه كل اعمال المسيح الخلاصيه دي مش بتاعه المسيح بس، الخلاص ما تمش بالمسيح بس. الخلاص مين اللي عمله؟ الاب والابن والايه، الابن هو اللي تجسد صح، لكن في نفس الوقت عمل الخلاص يخص مين؟ يخص الايه؟ الثالوث. حد عنده دليل على الحتة دي؟ دليل قوي. المعمودية كان فيها الثالوث طبعا، ده سر عيد الظهور الالهي. حتة ثانية مهمة قوي، الصليب سمع صوت الاب بس الروح القدس التجلي، بس ما كانش باين الثالوث. المعمودية طبعا الثالوث كان باين، ده عيد الظهور الالهي طبعا، بس في حتة برضو تانية، وكان اشارات الثالوث كان في منطقة قوية جدا قبل الميلاد، في ايه؟ البشارة، مش كده؟ في البشارة كان في ايه؟ قال لها الروح القدس يحل عليك، والملاك بيبشر الست العذراء بميلاد المسيح، لها ايه؟ الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي، ده مين العلي؟ الآب، والمولود منك يدعى ايه؟ قدوس، لأنه يبقى اسمه يسوع لأنه يخلص شعب الخطايا. واضحة؟ فالعمل الخلاص يخص مين؟ الثالوث القدوس، مش المسيح بس. المسيح بس اللي تجسد، لكن عمل الخلاص بتاع الثالوث طبعا، مش كده؟ حتى لما جه ربنا الآب يبعت الملاك للعذراء يقول لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، والمولود منك يدعى ايه؟ ابن الله، ويدعى قدوس ابن الله. عشان كده حتى ابونا لما يجي يعمل ايديه ثلاث مرات في الايه، في الشريه، منها علامة تطهير استعدادا للتقدم للخدمة القداس، وبرضو من ناحية تانية زي ما قلت لكم البخور يشير لإيه؟ لحضور المسيح، علامة إن إحنا إنه الكاهن دوت ما ملوش دور. مين اللي بيحول الأسرار ومين اللي بيقدم نفسه؟ هو المسيح. عشان كده إحنا الكاهن اللي بيصلي،
عجبك مش عجبك، مرتاح له مش مرتاح له، ظريف مش ظريف، لطيف مش لطيف، مش مهم. الجسد هو جسد، الجسد هو جسد. في ناس يقول لك ايه، انا انت هتصلي اني قداس، انا عايز اصلي معاك، مش مهم اصلي قدامي اني قداس. وفي حد يقول ايه، لا انا مش عايز اصلي مع ابونا فلان. انت مش بتشوفش ابونا مين، انت بتصلي بتشوف المسيح، بتشوف المسيح، والكاهن بيختفي جوه المسيح. ففكره انه بيغطي ايديه في الشريه، او انه مختفي في ايه، مختفي في المسيح، فمنها تطهير استعدادا لعمل خدمه السر، ومنها اختفاء جوه مين، اختفاء في داخل الايه، في داخل المسيح. بنولع شمع، بنولع شمع اثناء اثناء حته التقديس ديت. ليه الشمامسه يولعوا الشمع؟ ليه؟ عشان يقولوا انه عمل المسيح وخلاصه ادانا ايه، ان احنا نعيش في الايه، في النور، ادانا ان احنا نعيش في النور. فالموضوع مش مجرد انه الشمامسه بس بيولعوا بينوروا نور، لا ده اشاره عشان تقول لنا انه ايه، انه ده وقت مقدس جدا، وانه احنا بعمل الخلاص اخذنا ان احنا نعيش في نور المسيح، واخذنا من نوره ان احنا نكون ايه، نكون نور. انا عايز اختم عشان طولت شويه، عايز اختم بحاجتين. انه فيه فكره التذكار، حته هذا اصنعوه لذكري، وبرضه بعد شويه يقول ايه، لما الكاهن يقول لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون تبشرون بموتي وتعترفون وتذكرونني. فكرة التذكار، فكرة التذكار، اللغة اليونانية كلمة التذكار أو الذكرى مش مقصود بيها إن أنا بفتكر، مش remembrance، مش memorization أو commemoration، مش مجرد استدعاء فكرة قديمة بفتكرها. لكن اللي يقولوا الكلمة اليونانية اللي هي اسمها anamnesis دي معناها استحضار، ان انا recalling، بس مش مجرد ان افتكر، لكن بريكول حاجة فعلها لسه مستمر، حاجة in action، حاجة موجودة مستمرة. وبالتالي هذا اصنعوه لذكري، ده احنا بنشوف انه جسد ربنا ودمه هو اللي قدمه على المذبح، اللي قدمه على الصليب، هو اللي ادال تلاميذه، هو اللي احنا بناخده، هو ليه نفس الفعالية النهاردة. وبالتالي احنا مش مجرد بنفتكر حاجة قديمة، لكن احنا بنستدعي حاجة حية ذات فعالية، حاجة effective، لها efficacy، لها فعل فينا، لها قوة فينا. واضحة الفكرة؟ ده مفهوم التذكار، مش ذكرى ميتة. الناس بيفتكروا حاجة عشان ما تتنسيش، لكن المسيح عمله مش مجرد بنفتكره، ده عمله بن ايه، بنستدعيه، بناخد قوته، بناخد قوته. الحاجة التانية ان فكرة استدعاء الروح القدس. انا هختم عشان طولت خالص. في صفحة 165 الناس اللي فتح الخلاجي في صلوة مهمة جدا ديت، اللي بنسميها أشيئة حلول الروح القدس، دي اللي يطلب فيها الكاهن، يقول نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير مستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روح القدس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ويطهرها وينقلها، ينقلها يعني تتغير، تبقى جسد ربنا ودمه بالإيمان، ما بنقعدش نفهمها. يعني في كنائس أخرى قعدت تفلسف المسألة بمصطلحات فلسفية، لكن احنا بنقول بالإيمان، بنثق انه الخبز والخمر ده بعمل الروح القدس، بعمل سري مش مدرك، بنثق انه ده جسد حقيقي ودم حقيقي للإيه؟ للمسيح. فبنستدعي الروح القدس عشان يحل على الأسرار فينقلها. ازاي؟ ما بنعرفش نشرحها، شرحها دايما ايه، يبوظها، يضيع فكرة السر، فكرة الميستري، فكرة الساكرمنت.
فعلى هذه القرابين الموضوع ويطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيك. عشان كده بعد كده لما يجي أبونا يقول القدسات للقدسين، مش عشان حضرتي وحضرتك وحضرتك قدسين، مش عشان احنا بننور، ده احنا بنعمته، ده احنا من الأول قلنا له ده احنا ما ننفعش، احنا مش متكلين على برنا، احنا يا رب ملناش وش أبدا نقف صادق، وما ننفعش خالص نقف صادق، احنا مين احنا؟ لكن نطلع ايه؟ سمعين ايه؟ القدسات للمين؟ للقديسين. ونطلب انه تعالى يا رب حل بروحك القدوس على هذه القرابين الموضوعة، تطهرها، تنقلها، تظهرها قدسا لقديسيك. تظهرها دي يعني ايه؟ تغيرها، تحولها، تطلع منها حاجة جديدة، تبقى قدس لمين؟ للقديسين. فاحنا بقينا قديسين ليه؟ لان احنا فينا الروح القدس، ولان احنا ناخد جسد ايه؟ القدوس. فبقينا بناخد ايه؟ عشان كده القدسات للايه؟ للقديسين. القدسات للقديسين، مش عشان من نفسنا، احنا بناخد من قداسته. عشان كده بندخل خطاه نطلع مبررين، مش اوتوماتيك. المفروض ان احنا لو فاهمين اللي بيحصل نطلع نقول ايه؟ مش مفروض نفضل زي ما كنا، مش مفروض نفضل زي ما كنا، المفروض كل قداس يبقى فيه ايه؟ بيفكرنا بان احنا مين؟ احنا قديسين، مش اقل من كده. انتوا عارفين لما نتريق على بعض، لو واحد قال يلا نقرا الانجيل مع بعض هيتريقوا عليه، قال يقولوا له ايه؟ عامل فيها قديس؟ احنا مش عاملين فيها قديسين، احنا قديسين، احنا مش عاملين فيها، احنا قديسين بنعمته. ولازم نكون مش اقل من كده، لازم ما نكونش اقل من كده. فبنستدعي عمل الروح القدس عشان يحول الايه؟ الاسرار. اسف اطلت عليكم، بس نفسنا انه يعني يكون ده ساعدنا ان احنا ندرك. هيفضل السر سر فوق ادراكنا، لكن نفسنا نعرف قد ايه عظمه اللي ربنا ادهولنا ده، انه ده اعظم احتفال لان احنا مسيحيين وبنمارس ده اعظم امتياز ربنا ادهولنا، ان احنا ناخد جسده ايه؟ جسد دمه، ونبقى اعضاء في الايه؟ في الكنيسه. هي دي الكنيسه، وهي دي مسيحيتنا. الكنيسه ابتدت كانش لسه الانجيل اتكتب، لكن كان فيه ايه؟ قداس واقفه ليتورجيه ومكونات زي المكونات دي. الصلاه اتغيرت، الحركات التقصيه اتغيرت، تختلف من كنيسه لكنيسه، لكن المكونات دي هي ايه؟ اساسيه في ايه؟ في الطقوس. زي ما قريت لكم المره اللي فاتت انه في علماء ليتورجيات درسوا لقوا انه من القرون الاولى تقسيمه الليتورجيه هي، لكن شكلها الترتيب ممكن يتغير، لكن المكونات هي. لإلهنا كل مجد وكرامه دائما ابديا امين. اسئله او ملاحظات؟ انا عارف الوقت اتاخر، بس لو في اسئله سريعه او ملاحظات. واضح طيب الكلام ولا صعب؟ هل في اضافه يعني؟ هل موضح شويه حاجات ولا ايوه؟ نتمنى يعني اسئله. طيب تفضلوا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا الصالح، نشكرك يا رب، نشكرك من اجل جسدك ودمك المعطى كل يوم لينا على المذبح. اكشف يا رب عن عينينا الداخليه، ما تخليناش زي يا رب تلميذي عمواس اللي كانوا بطيئ القلوب وكانوا يا ربي غبيان، واحنا ربي الدنيا بتخلينا يا ربي في نفس الغباء في نفس بطء القلوب، لكن يا ربي روحك القدوس ينور عينينا عشان ندرك يا ربي عظم السر، وندرك يا ربي احنا بناخد منه ايه. بندخل خطاه ملناش اي اتكال على برنا، نخرج يا ربي قديسين بنعمتك. بارك يا رب علينا، فرح قلوبنا بيك، ثبتنا فيك، شفاعة امنا العذراء الطاهرة مريم، كل القديسين اقبلنا اليك ان نعمل ندعوك بشكر قائلين ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. والان محبه الله الاب نعمه الابن الوحيد شركه موهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. دوب السلام، سلام الرب يكون معكم في لؤم.